شهدت السنوات الأخيرة تغيرا واضحا في التوجه الاقتصادي للبلاد، حيث أعلنت الحكومة في أكثر من مناسبة وموقف ضرورة تقليل الاعتماد على النفط والتركيز على مصادر متنوعة، الأمر الذي تفاعلت معه مختلف القطاعات في الدولة. هذه الفلسفة الاقتصادية الجديدة وما يصاحبها من تغيرات تنظيمية نستعرضها من خلال تقرير الزميل عهود الكندري. تنويع مصادر الدخل فرصة لا تعوض، قد يبدو العنوان مبالغا فيه للوهلة الأولى، ولكن هذا أقل ما يقال في ضرورة تحول الاقتصاد المحلي من اقتصاد معتمد على سلعة ناضبة إلى اقتصاد منتج قادر على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية المحلية منها والعالمية. وإذا ما كان الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل رئيس في دخله على مصدر طبيعي ناضب ويعاني هذا المصدر الناضب من تحديات تقلب الأسعار، فهذا يعني أن تنمية الاقتصاد برمتها مرهونة بسلعة متذبذبة الأسعار. لذلك فإن تطبيق سياسة تنويع مصادر الدخل مطلب لا مناص منه لخلق اقتصاد مستدام يعتمد على إنتاجاته المتعددة بدلا من سلعة أو اثنتين. اقتصاد الكويت أمام واقع جديد بدأ منذ النصف الثاني من عام 2014. هذا الواقع جاء مع تعرض الاقتصادات الأحادية لتقلبات الأسعار، مما دفع في اتجاه ضرورة تطوير آفاق تنويع الاقتصاد وفق خطة واضحة ومدروسة تستثمر في الطاقات المتجددة والبتروكيماويات والتوسع في صناعة النفط والغاز وتبني حلولا جذرية تستهدف في قطاع البحث والتطوير والتكنولوجيا والشباب والتعليم وإنتاجية المواطن. إن الاعتماد على مصادر دخل جديدة تقلل من اعتماد اقتصادنا المحلي على النفط وتخفيض حصته من مجموع الإيرادات التي تشكل الاقتصاد المحلي لا يعني تخلينا عن سلعة استراتيجية، بل يعني خلق العديد من السلع الاستراتيجية إذا تراجعت أحدها دعمتها بقية السلع. بل ويتجاوز الأمر ذلك إلى أن تنويع مصادر الدخل سيسهم بلا شك في إبطاء معدل نضوب الموارد النفطية وتحويلها إلى احتياطيات كامنة تحت الأرض. سياسة تنويع مصادر الدخل فرصة لا تعوض في الوقت الذي تأزم فيه اقتصادنا المحلي بفعل انخفاض أسعار النفط، في ظل وجود نية مليئة بالحماس تهدف إلى تغيير هذا الواقع السلبي وتحويله إلى قصة نجاح من خلال استغلال الفرصة المتمخضة من رحم الأزمة الحالية. ولتسليط الضوء على هذا الفكر الاقتصادي الجديد معنا في الاستوديو الوزير السابق الاستاذ علي موسى، حياك الله ويانا. الله يحييك. يا هلا فيك. اهلا فيك استاذ علي موسى. طبعا اذا كنا بنتكلم عن هذا الموضوع بشكل معمق، يعني الكويت دوله نفطيه بشكل خاص، فاذا بنتكلم عن مع انخفاض اسعار النفط واللي قاعد يصير حاليا في الدوله، شنو ممكن ان احنا نسوي علشان نحسن الوضع الاقتصادي في البلد؟ في اتفاق ان تنويع مصادر الدخل نعم. اصبح قضيه مصيريه بالكويت، احنا نعم. كنا نتكلم عن الموضوع لسنوات ما حصل شيء. الان هل ممكن يحصل؟ اي ممكن يحصل. هل في صعوبات وايد؟ لا ما في صعوبات وايد. مسألة اليس الوقت متاخر شوي يعني؟ متاخر حين ما في فائده من هالكلام. متاخر مو متاخر، احنا عيال اليوم وقدامنا المستقبل. أوكي. نعم. لابد من ان نسعى ونسعى بسرعه لتنويع مصادر الدخل. نعم. أرد وأقول هل ممكن؟ إيه نعم ممكن، عندنا إمكانيات، نعم نقدر نسوي زين، ممكن ما نقدر نحقق نتائج بسرعة كلش، لكن ممكن نحقق نتائج. عندنا أول شيء التجربة العالمية، اليابان دولة عديمة المصادر الطبيعية وشوفوا وين وصلوا. سنغافورة بدت دولة فقيرة تحت الفقر، مو بس فقيره، وكمعلوم وين وصلت. هاي كلها تجارب. عندك النرويج دوله صناعيه اساسا، ولما ياهم النفط رفضوا يدخلونه في اقتصادهم، ما اعتمدوا عليه. لا مو بس ما اعتمدوا عليه، كتروه ولليوم وعندهم اكبر صندوق اليوم سيادي في العالم. الامارات حققوا نتائج جيده، ولما نتكلم بالذات عن دبي كان عندهم شوية نفط، خلص النفط كانهم شوفوا وين واصلين. احنا الحمد لله عندنا تجاربنا وعندنا تراثنا وعندنا كل شيء زين، فممكن ولا بس شنو، ما يكفي ان نعلنه كشعار ونروح ننام في بيوتنا. اذا بننوع معناها علينا ان نعقد العزم والعزيمة ونشتغل كلنا كلنا.
هذا تغيير كبير، مو ما حد يقول هذا امر سهل سهل. هذا اقول لك نعم ممكن، وانا يعني اليوم برامج الحكومه المعلنه تركز على تنويع مصادر الدخل. للحين انا اعتبره للحين في مجال الاعلان ماكو وشعارات مكتوبه، ما دخلنا مرحله التنفيذ. لا. طيب ايش كثر راح تستفيد الدوله اذا خصخصت بعض القطاعات الحكوميه؟ بعض القطاعات الحكوميه اذا خصخصت ايش كثر راح تستفيد؟ اول شيء لازم نوضح كلمه التخصيص او الخصخصه. حلو. مع شديد الاسف وحتى الحكومه حاصرينها بشيء واحد، بيع الاصول الحكوميه. هذا مو بس مو هذا الخصخصه. زين. اول شيء لان هذا موضوع خلاف، يعني الناس مو متقبلته، واي سياسات اقتصاديه لازم قدر الامكان انك تسعى لتفهم الناس وتقبلهم. زين استاذ ما يخالف انا بقاطعك، وضح لي الخصخصه. الخصخصه هو انك شوف خلينا نبتدي وياك شويه، انت تدري ايش كثر نسبه مساهمه القطاع الخاص بالكويت في الاقتصاد الكويتي؟ لا ما عندي فكره. 30% فقط. بس. احنا هذا وين يحطنا؟ يحطنا مع كوبا وكوريا الشمالية. حتى الصين في أيام الشيوعية كانت نسبة مساهمة القطاع الخاص أكثر من كذي. واضح؟ حلو. زين. هذا ألقى بالعبء، يعني الدولة تحملت وايد أشياء ما كان المفروض تتحملها، لكن على كل احنا عيال اليوم. فزيادتها أصبح محتم، يعني الدولة أن لازم يتقلص دورها أصبح محتم، لأنه ما تقدر، مو قصة نظرة يعني أو فلسفة اقتصادية، ما عادت الدولة في وضع يسمح لها أنها تستمر في السياسات اللي كانت موجودة قبل. أيام عدد السكان شوية، الفلوس زايدة إلى آخره، لكن اليوم وكاهو أول شيء إيجاد فرص عمل للمواطنين. الحكومة قاصة قاصة قاصة، ما تقدر. لازم القطاع الخاص لأنه هو الأرجح أنه ينمو أسرع عشان يوفر. الحكومة ما قصرت، قاعد تبني مستشفيات ما لها أول ولا تالي، وما زال الناس ركضة على المستشفيات الخاصة. ولازم نشكر القطاع الخاص، صح مو إنجاز كبير لكن أنجز وخفف. أنت تصوري لو ما كان عندنا مستشفيات خاصة شلون راح يكون وضع المستشفيات بالكويت اليوم؟ الروح على الروح. التعليم الخاص، عليك أنك تتصور لو ما كان عندنا تعليم خاص كان لا كان ردود الفعل شلون صايره. اذا القطاع الخاص قاعد يقوم بدور يخفف العبء عن الدوله. زين نرجع ونتكلم عن شنو الخصخصه او التخصيص كسياسه مو كاجراء، كسياسه معناها ان تفتح المجال للقطاع الخاص ليمارس دوره الاقتصادي الطبيعي ويتحمل مسؤوليه خلق فرص جديدة للكويتيين. نعم. وأن يتنافس، يعني ترى التخصيص أو الخصخصة مع الاحتكار كارثة. صح أكيد. لابد أن يكون في إطار في منافسة، مع المنافسة تحصل اللي تبي. مثال واحد ولو أنه صغير، تلفونات. أهم اللي قاعد يقدم خدمة تلفونات النقالة قطاع خاص. إن كنت صغار ما تذكروا أول ما نزل التليفون طلق واحد ولا قبله بعد؟ ما أدري زين بألف دينار ما أدري إيش كثر إي بالفكسور صح وواسطة وتحفي. اليوم تمد إيدك والشركات تبوس خوي تبوس تبوس، أنت كمستهلك مد إيدك كذي وشركات الهاتف تبوس إيدك بس تعال لنا الحيني إي الحين هزادك. هذا نتيجة شنو؟ نتيجة المنافسة. حتى لو كنا مخلينا شركه واحده كان راح تكون مشكله، لكن لان انت عندك ثلاث شركات الكل قاعد يتنافس ويدورون رضا المستهلك ويقدمون افضل الخدمات. هذا هو الخصخصه. زين ايش كثر راح نستفيد احنا كدوله من الخصخصه؟ اول شيء تخفف الاعباء عليك، جميع انواع الاعباء. يا خصخصه ممكن تساهم في ميزانيه البلد او في انها تدخل يكون في مدخول البلد. الحين الكلام نبي ناخذ ضرائب. حلو. ممتاز. اذا كان عندك 100,000 شركه يربحون ايش كثر تاخذ منهم؟ واذا كل اللي عندك 1,000 شركه يربحون ايش كثر بتاخذ منهم؟ واضحه.
زين الدول العالم الغالبية يعني على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية ايش عايش عليه؟ ضرائب. الضرائب صحيح. فأنت الذكر في الاقتصاد أنك أنت توسع القاعدة اللي تشتغل عليها. أيوه. معناها أنا أبي أكبر عدد ممكن من الناس اللي يشتغلون شركات أو أفراد. زين أنت تبي حافي يدفع لك ضريبة؟ ما يصير. ما يصير. تبي لك واحد ريل بالشتوق وريل بالإفلاس يدفع لك ضريبة؟ هم ما يصير. ما يصير. فمعناه لازم يكون عندك ازدهار اقتصادي، الناس تكد ويربحون وخذ منهم ويعطونك على طيبة خاطر. والمواطن نفسه خايف من الخصخصة. شلون نطمن؟ معاك. ليش يخاف اساسا وشلون نطمن؟ لا 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 لازم خصص. انا اعتقد خوف المواطن من الخصخصة مبرر لان الدولة لم تشرح ما هي الخصخصة. وهذا مع الاسف يعني قيل اكثر من مرة والمؤسسات الدولية كانت النصيحة يا جماعة تواصلوا ويا الناس، علموهم، سووا حملات إعلامية، خلي الناس يفهمون. هم كل اللي يعرفون الخصخصة أن الشركة عندها أو آسف أن الحكومة عندها شركات ممتازة وطيبة وتربح بيعطونها عمهم. هاي اللي يعرفونه من الخصخصة. المسألة مسألة وعي بشكل يعني مكثف. لازم يوعون المواطن. أي بالضبط. زين. الناس كلها لاهية، كل واحد لاهي في حياته ومشاكله، كل الناس فاضية تقرا في الخصخصة شنو؟ لا ما حد. بس حضرتك اللي تفضلت فيه كان وايد يعني وضح وايد اشياء يعني بالنسبة حقي يعني وضحت لي الرؤية اذا كنت اقدر اني اقول. احد انا اذا بنصح لا يبيعون ولا شركة من الحكومة. لانها ناجحة. تدري شو المطلوب؟ لا ناجحة ولا مو ناجحة؟ مشاريع. افسح المجال حق القطاع الخاص. انتم تعرفون اذا واحد يبي يبني مستشفى بالكويت احسن له يروح الصين. ماكو داعي. صدق. طبعا. ليش كمبالغ كبيرة؟ لا مو مبالغ. المعوقات اللي توضع في 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 وجهها. بلدية وأشغال. شيء 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 شيء. زين طيب أنا ريال عندي فلوس وبستثمر. مرمرتوني ترى ما هي بلا شيء يطق سيارته سلف ويعبر الحدود ويشوف الترحيب اللي راح يلقاه. للأسف. نعم أنا دائما أذكر شيء. الكويت. ثاني أكبر مستثمر في المملكة العربية السعودية عقب أمريكا. زين؟ الاستثمار هناك الحكومة ما حطت ولا فلس واحد. والجماعة مستانسين لأن يرحبون في المستثمرين. بس إذا هني بالكويت إذا المستثمر المواطن حالته حالة. شلون بيجيش وعلى فكرة نعم. اليوم منكم من كم أسبوع أعلنوا البيانات عن المنطقة. احنا سقطنا من ما يسمى الاستثمار الاجنبي المباشر ما لنا احصائيات فاذا هذه لازم تتغير في علامات كثيره يعني لازم تتغير نفتح المجال للاستثمار يبقى المواطن بطلنا ما نبي مستثمر اجنبي زين المواطن لازم يفتحون له مجال الاستثمار ويشتغل زين والا قيل هالحكي ماكو فايده بصراحه استاذ علي موسى يعني جدا استفدنا ويا ريت يبينا يمكن حلقه كامله نتكلم فيها عن الموضوع لانه فعلا شرحك واضح والكلام كان جدا مفيد يعطيك الف عافيه على قبولك استضافتنا اليوم في العالم هذا الصباح شكرا جزيلا